بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى صحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين. شعبان آخر محطة للاستعداد لرمضان، إن زمنا فاضلا يسلينا فيه نتأمل لنتأسى ونتذكر ونرابط ونصابر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في شعبان آخر محطة للاستعداد لرمضان أظلنا وفيه دخان، نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يستنفر الهمم لاستقبال رمضان بما يليق به كشهر للصيام والقيام والرحمة والمغفرة والعتق من النيران. شعبان ذاك شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وإن أهم ما نتدارك به أيامه الفائتة وقد مرت في غفلة منا وقد أوشك على الرحيل هو ختمه بالاستعداد لرمضان. فهيا أيها الناس، هيا يا شباب تجددوا، فقريبا سيظلنا شهر عظيم، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر الصبر والمواساة. فالإعداد لرمضان يجب أن يكون إعدادا جيدا، فالسلف رضي الله عنهم كانوا بعيد رمضان يدعون الله تعالى أن يتقبله منهم لست أشهر، ثم في الست أشهر الباقية يدعونه أن يبلغهم رمضان القادم. إنه استشعار لمكانة رمضان وأيامه الغالية، فالعاقل الكيس يعد من الآن خطته ويصلح نيته لاستقبال رمضان. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإذا كانت هناك منافسة ففي مثل هذا يتنافس المتنافسون. فالبداية بضبط الفرائض والوقوف عند حدود الله ومحاسبة النفس على ما اقترفت خلال ما فات في 11 شهرا ماضية. فلا تدخل رمضان الجديد إلا وقد نظفت قلبك ونقيت نفسك وتجددت، فهذا وقت التجدد، إنها التوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والأمر الثاني الذي يتطلبه منك استقبال رمضان أن يكون عملك خالصا وصوابا موافقا للشرع، وذلك بتعلم أحكام الصيام وتعليمها لمن والاك من معارفك. وأنت خلال رمضان تسابق الزمان وتنافس في الحلبة لتحصيل درجة مع المتقين، وهو الهدف الأسمى الذي كتب من أجله الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى لا تنال إلا بتهذيب النفس وإلجامها، إلا بالتخلي والتحلي، التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب
صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. فالأساس هو صلاح هذه المضغة، فإذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فليس هناك نعيم أجمل من سلامة الصدر، تفرغه من كل الشواغل إلا برمضان. فالإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل رمضان يفر من الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف. ولنفر من كل هم ولهو، ولنعلنها صلحا مع الله ومع عباد الله. فرمضان مدرسة للتربية. أما وقد بقي الحال على ما هي عليه من الطوارئ والحجر الصحي الذي يجب أن نلتزم به وننفذ أوامره وتوجيهاته، فلنعتكف في بيوتنا على برنامج نضعه لمتابعة أهدافنا وواجباتنا من الفرائض والنوافل والقيام والتهجد وحفظ وتلاوة القرآن الكريم وأذكار الصباح والمساء والقراءة النافعة وإطعام المساكين وتفطير الصائمين عن طريق المساهمة في توفير قفف رمضان والتصدق بالدم والإكثار من الأدعية، خاصة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمبادرة بصلة الرحم عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ولنجتمع في البيوت على هذه الفضائل كما نتحلق على موائد الإفطار، ولنعود أنفسنا على الاعتكاف داخل البيوت ولو لساعة واحدة، يخلو كل واحد بنفسه للتأمل والتفكر للإحساس بهموم وآلام الأمة، كما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه تحلية جميلة نحلي بها أنفسنا في رمضان، ولنتخلى عن السمر والسهر، ولنقلل من النوم، ولنقطع مع كل ما يزاحم هذه الفضائل من غل وحقد وحسد وزور وغيبة ونميمة وإشاعات وأخبار زائفة ودردشات تنتشر اليوم عبر الفضائيات والقنوات ووسائل التواصل المختلفة انتشارا فظيعا. ابتعد عن إضاعة الوقت، وقلل من استعمال الأنترنت، وعود لسانك أن يكون حقا رطبا بذكر الله تعالى، وأمسكه عن تعداد عيوب الآخرين. أمسك لسانك أيها الإنسان لا يلدغنك فإنه ثعبان. أمسكه عن الفحش والقيل والقال، ولا تكن ثرثارة في كل ناد تخطو. لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ علم أو إصلاح حالي. أمسك عن إصدار فتاوى شرعية وعلمية وطبية أنت لست أهلا لها، فأجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. رمضان فرصتك للإقلاع عن عادات سيئة محرمة ومرفوضة شرعا وعقلا وعرفا، كالتدخين الذي يجب أن تعزم على تركه والتغلب عليه جملة وتفصيلا، لأنه عدو لك يتربص بك الدوائر، فاقتله قبل أن يقتلك. وإن كنت يا أخي ممن اعتاد الذهاب لعمرة رمضان
وقد حال بينك وبينها وباء كورونا، فخصص هذه النفقة أو جزءاً منها لصندوق تدبير جائحة كوفيد-19، واجلس لذكر الله بعد الفجر حتى شروق الشمس، تصلي بعد ذلك ركعتين، فلك أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما ورد في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا إذن تغنم الغنيمة الباردة إذا أعددت الإعداد الجيد، فتكتب من الفائزين تنال جوائز الرحمة والمغفرة والعتق من النار. فأول رمضان رحمة، ووسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. فاللهم كما بلغتنا رجب وشعبان، فبلغنا رمضان، وارحمنا واغفر لنا واعتق رقابنا من النار. آمين، والحمد لله رب العالمين.